من الداخل سوريا. التركي يا دكتور كريم، في الداخل التركي يعني تأثير هذا كل هذه السياسات على الاقتصاد انعكس بشكل كبير على المواطن وعلى الدخل وعلى نسبة البطالة، وانعكس على أيضا مسألة يعني غضب الشعب التركي تجاه هذه السياسات اللي أضرت بشكل كبير، لأنه أي مواطن في أي دولة كل ما يهمه من السياسات ومن العلاقات الخارجية لدولته هو أنه يكون عايش في أمان ومستوى دخله جيد ويجد فرصة عمل، يعني هو كل ما يهم أي مواطن في أي بلد. طبعا احنا مش ما ينفعش نحكم على تركيا من الصور الجميله والمظاهر الخلابه اللي بيجيبوها لنا في الافلام والمسلسلات اللي بيصدروها لنا، لكن هو الواقع هناك حاجه تانية خالص. ان هو انا قلت معدل البطاله ومعدل التضخم، تركيا في 2018 مثلا كانت من أسوأ 5 اقتصادات على مستوى العالم. 2019 دخلت في ركود وانكماش بالفعل، ابتدى معدل نموها من بدايه من اخر 2018 لحد منتصف 2019 وفق تقارير دوليه دكتور كريم، وفقا لتقارير دوليه لانه البعض بيتخيل انه تركيا تصدر فكره، يعني هي دائما تركيا تصدر فكره انه هي لم تتاثر كثيرا وانه الاقتصاد التركي اقتصاد قوي ولم يتاثر حتى الان وانه دخل المواطن لم يتاثر وانه العاطلين لم يزيدوا، ويعني كل هذه افكار تروج لها. لا احنا وصلنا هيئه الاحصاء التركيه ذات نفسها قالت ان عدد العاطلين وصل في 2019 ل 3.5 مليون عاطل تقريبا، زادوا مليون عاطل عن السنه اللي فاتت. حتى هو اردوغان ذات نفسه يعني وجه لهم اتهام، قال لهم يعني انتم مش بعد ما تتخرجوا هتتعينوا على طول، وده عمل له مشكله ايضا سياسيه في نفس الوقت. الجانب الاخر ما كانش يمكن كنا تابعنا ايضا هذا التصريح، كنت انا عملت مداخله مع حضراتكم بخصوص النقطه دي. ايضا معدل التضخم المرتفع ده يدل على وجود أزمة في تركيا، سعر الريال على عدم المستقر أيضا أزمة كبيرة. أنا كنت قلت أن تركيا كان من أسوأ 5 اقتصادات على مستوى العالم في 2018، أيضا ابتدى يرفع أسعار الخدمات الأساسية الكهرباء والطاقة، صحيح. أسعار المحروقات هو لجأ لهذه الخطوة لتعويض ربما يعوض جزء من الخسائر، أن في بعض الأحيان أنه رفع أسعار المحروقات مرتين في نفس الأسبوع. كل دي مشاكل، حتى أن مسح الشركات للإنتاج الصناعي في تركيا أثبت أن في الشهر اللي احنا فيه دي المرة ال17 أو للشهر ال17 على التوالي الإنتاج الصناعي في تركيا ينكمش. الشركات الأوروبية ابتدت تخرج من الاقتصاد التركي لأن ما فيش شركة هتشتغل في جو يعني في هذا الكم الهائل من المشاكل، لأن يعني دول العالم كلها بتعمل إصلاحات أو بتعمل تسهيلات عشان تقلل تكاليف الإنتاج، ولكن كل اللي بيحصل في تركيا ده بيزود تكاليف الإنتاج، حتى ابتدى معدل صادراته ينخفض او معدل وارداته يزيد بشكل كبير، فابتدى عنده عجز تجاري يقترب من ال70 مليار دولار، بالاضافه الى الديون، بالاضافه الى ارتفاع تكاليف الانتاج والبطاله والتضخم، كل ده بيبقى ليه اثر سيء جدا. أسوأ حاله وصلها الاقتصاد التركي منذ 10 سنوات او اكثر من 10 سنوات في الوضع. السياحه السياحه الى تركيا، حضرتك عندك تقديرات او عندك يعني حتى طبيعة السائحين الذين يذهبون إلى تركيا من العرب مثلا وتراجعوا أم يعني بالفعل أولا يعني الصورة حول السياحة التركية؟ إحنا لما نيجي بنتكلم على السياح برضو بنبص للعدد، ولكن برضو نوعية السائح معدل إنفاقه. كان في تقرير صدر من وزارة الاستثمار التركية من 3 سنين تقريبا قال لك إن السائح الخليجي يساوي 15 سائح أوروبي نتيجة معدل الإنفاق بتاعه مرتفع، وأيضا زياراته بيبقى متكررة، لكن هو فقد السياحة الخليجية نتيجة سياساته بالتأكيد بالفعل وعداءه طبعا مع كل دول بالإضافة إلى الأوروبي، يعني هو فقد الخليجي والسعودي وفقد الأوروبي، ألمانيا وهولندا وكل الدول دي حذرت أكثر من مرة أن الذهاب إلى تركيا يعني غير آمن، عمليات إرهابية كبيرة. احنا شفنا عمليات إرهابية في 2017 في 2016، انفجار مطار، انفجار في ميدان السلطان محمد لفاصل حتى صنبول. مسألة تراجع الحريات هذه المسألة مقلقة أيضا للسائحين، لأنه في من ضمن الناس اللي بيتم اعتقالهم ناس غير اتراك مش اتراك. بالفعل هو كمان يعني السنه اللي فاتت تقريبا قبض على مجموعه اماراتيه واتهمهم بالتجسس، صحيح. في مواطن والاتهامات جاهزه دائما يعني لهؤلاء الاجانب بالظبط، وفي مواطن فلسطيني اسمه مبارك برضه اعتقل بتهمه التجسس ومات نتيجه التعذيب في السكون التركيه. يعني هو ممكن يستغل مشاكله السياسيه، بيحاول يصدر هو مشاكله السياسيه للخارج، هو بيبحث عن بطوله زائفه، وجوده في سوريا ده بيحاول يغطي على مشاكله، يغطي على خسارته لبلديه اسطنبول، بيغطي على ان هو اقل عدد من
رؤساء البلديات الاكراد اللي ناجحين بانتخابات، يعني هو بيدعي ان هو عنده ان هو دوله ديمقراطيه، لا انت رفضت امام اوغلو ووعدت الانتخابات، رغم ان هو جرى العرف ان الاتهام بالتزوير، ان المعارضه هي اللي بتتهم الحكومه بالتزوير، لكن ما فيش مش الحكومه بتتهم المعارضه بالتزوير. يعني اه يعني دي حاجه جديده احنا اول مره. يعني اعاده انتخابات بلديه اسطنبول دي كانت يعني حاجه كوميديه جدا، العالم كله الحقيقه سخر منها، انه فكره انه انت النظام، انت النظام اللي بتنتقد ما قامت به هيئه الانتخابات يعني. فطبعا كان شيء يعني بالفعل في بالاضافه آه بالاضافه انه اقال رؤساء البلديات الاكراد اللي ناجحين في الجنوب زي رئيس بلديه ديار بكر وكده، فهو يعني يرفض الديمقراطيه لو كانت جايه مش على هواه.